وفي إطار المبادرة الرئاسية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، دعا اتحاد شباب الجمهورية الجديدة شباب مصر للمشاركة في المشروع القومي لتصنيع مشتقات البلازما عن طريق التبرع بالدم. ويتم استقبال المتبرعين بستة مراكز لتجميع البلازما موزعة على 5 محافظات على مستوى مصر، وهي محافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية والغربية والمنيا. هذا ومن المقرر الانتهاء من تجهيز 20 مركزا خلال العام الجاري.